راية منا إسلامنا حديقة مليئة الأزهار يجيب كل سائل ومستفت حيور من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. الحمد لله الحمد لله حمد الطيبين الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدينا ومستمعينا ومتابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في برنامجكم الإسلام والحياة، والذي يأتيكم على تمام الساعة 5:05 من كل سبت واثنين والثلاثاء والأربعاء. وكما هي العادة الإخوة الأخوات، نستضيف مثل هذا اليوم مثل هذه الساعة صاحب الفضيلة الشيخ حمزة أبو فارس، حفظه الله تعالى وبارك الله في علمه وفي عمره ونفع الله به العالمين. وقبل أن نبدأ مع صاحب الفضيلة، نذكركم بأرقام الهواتف التي ترونها تباعا أسفل الشاشة إن شاء الله تعالى، وهي كالتالي 021-36-0101، الرقم الثاني 021-36-0102، والرقم الأخير 021-36-0103. كما يمكنكم التواصل معنا عبر أرقام الفايبر، وهي كالتالي 094-466-5080، والرقم الأخير 094-466-5081. إذن نرحب جميعا بصاحب الفضيلة الشيخ حمزة فارس، حياكم الله شيخنا، أهلا وسهلا به، مرحبا بكم. يا أهلا وسهلا بكم، بارك الله فيكم. الله يحفظكم شيخ وفيكم، بارك الله شيخنا، بارك الله فيك، ونسأل الله ينفع بكم الأمة والإسلام والمسلمين وجميع العالمين. انتهينا شيخنا من أحكام الجهاد في 10 حلقات تقريبا، واليوم إن شاء الله ندخل في موضوع جديد وهو المسابقة وأحكام المسابقة في حلقاتها الأولى إن شاء الله تعالى. فنبدأ إن شاء الله تعالى شيخنا بموضوع المسابقة، تعريف المسابقة وحكمها وما هي أدلتها من الكتاب والسنة، تفضل شيخنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها السادة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، نعم، جرت عادة فقهائنا يعني أن يذكروا بعد الجهاد، بعد باب الجهاد في كتبهم الفقهية باب المسابقة. المسابقة يعني ما معناها؟ هي آتية من السبق، والسبق لغة هو التقدم، أقول يقال فلان سبق فلانا، أي تقدم عليه في أي شيء. فإذا السبق لغة هو التقدم، وشرعا المفاعلة من الجانبين، يعني لابد من فريقين من الجانبين باعتبار إرادة كل منهما السبق. هذا تعريف المالكية لمسألة المسابقة، فهي مفاعلة من جانبين من فريقين باعتبار إرادة كل منهما السبق. هذا بالنسبة ل تعريف المسابقة أو السبق أو السباق في لغة وشرعا. نعم، طيب شيخنا، حكمها وأدلتها من الكتاب والسنة، ما حكمها وما أدلتها من الكتاب والسنة؟
حكمها عند أكثر العلماء الجواز، خصوصا إذا كانت بغير عوض، إلى إذا لم يكن عوض فالحكم عند أكثر العلماء أنها جائزة، فهي كأنها مباحة، لكن بعض العلماء ربطوا ذلك ما مسألة السبق أو المسابقة، ربطوها بالجهاد، ولذلك قالوا أقل درجاتها هو الندب، أنها تكون مندوبة. ويوجد فقيه من فقهاء الشافعية، نعم، يعني خالف في مسألة الجواز، وقال يعني لا 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 تجوز المسابقة، وهو شذوذ من القول. هذا العالم هو ابن أبي هريرة، ابن أبي هريرة من علماء الشافعية الكبار. نعم، هذا بالنسبة للحكم، هو الجواز كما ذكرنا أو الندب عند كثير من الفقهاء. نعم. طب الكتاب الأدلة شيخنا؟ نعم، أما بالنسبة لأدلة الجواز فمتنوعة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن المسألة تتصل بالجهاد، وهذا هو السبب الذي يذكر الفقهاء باب المسابقة بعد باب الجهاد مباشرة. وكذلك قوله تعالى في سورة يوسف قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا، والقصة مشهورة ومعلومة في القرآن الكريم. فإذن السبق موجود وجائز ومذكور في الكتاب. أما السنة فقد تنوعت الأحاديث في ذلك، فمن ذلك ما ذكره الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم يتناضلون أي يتسابقون بالسهام، فقال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. هذه واحدة. وأما من حيث هذا من حيث القول أو من حيث الفعل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء، وسابق بين الخيل التي لم تضمر، نعم سابق بينها، بين الخيل المضمرة التي أضمرت وبين الخيل التي لم تضمر. وهذا الحديث متفق عليه. ومعنى الخيل التي أضمرت هي التي دخلت في تمرين، يعني صاحبها يمرنها حتى تفقد السمنة وتجعل قليلة اللحم، وهي معروفة بمسابقتها وبسرعتها، فقلة اللحم يجعلها في سرعة تغلب بها غيرها، والتي لم تضمر واضحة التي لم تدرب على ذلك ولم تمرن عليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل. نعم، إذن السباق مشروع. وكذلك عندنا حديث عائشة رضي الله عنها قال كانت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت
فسابقته سابقة النبي صلى الله عليه وسلم، فسابقته على رجلي، فلما حملت اللحم لما كثر لحمها فلما حملت اللحم، هذا كلام عائشة رضي الله عنها، سابقته فسبقني، فقال هذه بتلك السبقة، هذه بتلك السبقة، يعني ذكرها بما جرى بينهما قبل أن تحمل اللحم وقبل أن يكثر لحمها. وهذا الحديث رواه أبو داود. نعم. وكذلك يعني البخاري روى حديثا آخر قال مر صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم، وأسلم قبيلة معروفة بالعرب، نعم، ينتضلون أي يتبارون ويتسابقون بالنضال، والنضال هي الرماح. فقال صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. هذا الحديث يصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، أي بالاستمرار على هذه المسابقة بالنضال، كما قلنا الحديث في البخاري رضي الله عنه. وكذلك عن أبي لبيد قال سألت أنس بن مالك هل كنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأحاديث التي مرت بنا كلها لم تذكر فيها الجائزة ولا السبق كما يذكر الفقهاء. إذن والحديث هذا سئل أنس بن مالك، نعم، هل كنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه كان صلى الله عليه وسلم على معرفة بما يفعلون. هل كنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فدل ذلك على أن الرهان في السباق المذكور الذي ورد في الأحاديث، نعم، كان جائزا. وهذا الحديث رواه الدارقطني وغيره. وآخر الأدلة الإجماع، وقد أجمع المسلمون على جوازه، فهو ثابت إذن بالقرآن والسنة والإجماع بالأدلة الثلاثة. نعم. طيب شيخنا جزاكم الله خير، نفع الله بكم. شيخنا في أي شيء يكون السبق؟ نعم، السبق في 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 الحديث الشريف وفيما فعله الصحابة والتابعون كان، وفيما استدلوا على ذلك أو على جوازه بأحاديث صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، في ثلاث أمور: في الخيل والإبل والنضال، أي بالرماح، فيجوز السبق فيها بعوض. وهذه مسألة مهمة، بعوض معناها أن يجعل للسابق جائزة، ويعني وبدونه من باب أولى. فهذه الثلاثة أشياء متفق على أنه يجوز أو تجوز المسابقة عليها، لما رواه أبو داود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في خف، وهذا يدل على الإبل، أو حافر، وهذا يدل على الخيل، أو نصل، هذا يدل على النضال، على الرماح. نعم. فهذه إذن الحديث هذا، نعم، إذا اتصرنا عليه معنى ذلك أنه يجوز السباق بين في هذه الأشياء، في النصل، الرماح، النضال،
وفي الخيل وفي البعير. وبعض العلماء ممن يرى القياس ألحق بالخيل البغال، وبعضهم قال لا، البغال لا تعد للحرب، لأن مسألة السباق نعم حكمتها سنأتي إليها إن شاء الله هي في مسألة الاستعداد للحروب والتمرين عليها. فإذا قالوا بالنسبة للبغال منهم من ألحقها لأن لها حافر، بل بعض العلماء ألحق الحمير كذلك لأنها ذات حافر، لكن المشهور أن الحافر المقصود به الخيل. والخف يشمل الجمال بأنواعها، الإبل بأنواعها، وبعض العلماء أضاف إليها الفيلة، ولأن الفيلة تستعمل في الحروب، ولذلك قال نعم حتى هي يعني يجوز أو تجوز المسابقة عليها، نعم لأنها المسألة المقصود منها التدرب على الحرب، والفيلة تستعمل في الحروب وقد استعملت نعم في الحروب، ويدل على ذلك أنها كانت في الجاهلية يستعان بها. وقصة الهجوم على مكة التي قام بها من أراد تغيير القبلة مشهورة معروفة، والتي نزلت فيها سورة الفيل. نعم. طيب شيخنا جزاكم الله خير. شيخنا مسألة ما يسمى الذي يدفع في السبق، ما يسمى هذا؟ نعم، ويسمى سبقا. الفرق بين المصدر من المسابقة والسبق بالإسكان الباء، والسبق هذا ما يدفع للسابق، ويطلق عليه أمور أخرى سنذكرها إن شاء الله بعد قليل. نعم. ما حكمته شيخنا حكمة المسابقة؟ لماذا هذا يعني؟ وما هي أركانها كذلك؟ المسابقة هي المقصود بها الترغيب، أو حكمتها الترغيب في الجهاد والتحريض عليه على الجهاد والتدرب عليه كذلك. فهذا السبب الذي سمحت الشريعة بمسألتها، أي بمسألة المسابقة، تحريضا على الجهاد وتدريبا عليه وترغيبا فيه. نعم. بالنسبة قبل أن نأتي إلى الأركان، لابد أن نقول هو عقد لازم عند بعض العلماء، وبعضهم قال غير لازم. فعند المالكية المسابقة عقد لازم، فإذا اتفق المتسابقان أو المتسابقون سبقوا عليه فاتفقوا عليه فلا يجوز الزيادة ولا النقصان، لا في العمل ولا في المال الملتزم بالعقد، إلا أن يفسخ العقد الأول وينشئ عقدا آخر. هذه مسألة ثانية. نعم. لكن الأصل فيها اللزوم، ولذلك لا يجوز لأحدهما الانسحاب بعد العقد على رأي المالكية، بينما ذهب بعضهم إلى أنه يجوز الانسحاب لأنه عقد غير لازم، نعم كالجعالة، ولذلك نعم يختلف الحكم بين الفقهاء. أما أركان المسابقة فهي ثلاثة: المتعاقدان والمعقود عليه والصيغة.
المتعاقدان يعني الأشخاص أو المتعاقدون إذا كانوا هما مجموعة، نعم، ويشترط فيهم الإسلام، وبعضهم اشترط الذكورة وبعضهم خص الذكورة فيما فيه عوض. أما إذا كانت المسابقة بغير عوض فيجوز أن يشترك فيها النساء، وقد سبق أن ذكرنا مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة زوجه صلى الله عليه وسلم. فإذا من اشترط العوض في مسألة المسابقة لم يذكر النساء، لأن النساء يعني ليس بواجب عليهن الحرب أو الجهاد. لكن ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة رضي الله عنها عن قضية جهاد النساء بين لها ألا جهاد عليهن وإنما جهادهن الحج، فتبين أن الجهاد ليس فرضا على النساء. بينما ذهب بعض العلماء إلى أن النساء ولو لم يكن عليهن فرض الجهاد ولكن يمكن أن يشاركن في الجهاد، وقد ثبت أن بعض الصحابيات كنا يشاركن في الجهاد بنقل الجرحى إلى المدينة، نعم، وتطبيب الجرحى كذلك، والقيام بمسألة الأطعمة للجيش المسلمي، نعم. وقد حملت بعض الصحابيات بعض الأسلحة المستعملة في ذلك الوقت، منها أم سليم فقد حملت خنجرا، وأشار زوجها إليها منبها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم متجها إلى أم سليم: ماذا تفعلين؟ ماذا تفعلين بهذا الخنجر؟ فقالت: إذا اقترب مني مشرك بقرت بطنه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن هناك نوعا من الحروب أو نوعا من المشاركة في الحرب تقوم بها النساء. وأما الصيغة فهي عبارة عن الإيجاب والقبول، نعم. طيب شيخنا جزاكم الله خير، هي شيخنا مسألة الخيل هدية، يعني الآن أهل الحضر لا يعرفونها لكن يتسابقون بأنواع من المسابقات في هذا العصر، مثلا حكم المسابقة يعني الخيل موجودة، لكن مثلا الشطرنج نشاهد مثلا في بعض الدول، الكباش مثلا أو الديكة، مصارعة التيران، الورق، الكارطة، هي السباحة، السفن، مسابقة الأقدام. شيخنا يا ريت تبين لنا الكرة الآن، في دوريات تقوم في بلادنا، دوريات على الكرة، وهناك أموال توضع لمثل هذه الحالة، تفضل شيخنا جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. هي المسألة يعني معتمدة على هذه المسابقات هل لها دخل في مسألة التدرب على الجهاد. أما الخيل فلا زالت تقوم بمهمتها أو بقريب منها حتى في عصرنا الحاضر، نعم، لأن في البيئات الوعرة تستعمل الخيل بدل الدبابات والمدافع والسيارات. في بعض الأماكن يصعب أن تدخل الآلة فيها، فيستعمل الجيش أيا كان هذا الجيش يستعملون الخيل، ولذلك الخيل لم تنتهي مهمته. لكن بالنسبة للأمور الأخرى ننظر قضية الكرة مثلا، هل الكرة يعني التدريب عليها يعني هل ينوى بها التدرب على الجهاد أو المعاونة عليه؟ هذا يعتمد إذن قضية النوايا،
ما هي النوايا في هذه المسابقة؟ إذا كان تقوية الجسم لاستعمالها في الجهاد ضد المشركين فهذه المسابقة جائزة، وأما إذا كان مجرد له وكما نرى في كثير من المناسبات ولهو وتضييع للوقت، بل نرى أن كثير من الناس يتركون الصلوات في أوقاتها في تتبع هذه المباريات، سواء كانوا هم الذين يقومون بهذه المباريات أو الذين يتفرجون عليها. نعم، بالنسبة للأمور الأخرى كما ذكرنا، نعم المسابقة في الشطرنج وما في حكمه، الحنفية والمالكية والحنابلة يقولون بتحريمها، وذهب بعض الشافعية إلى أنها جائزة، ولكن هذا الجواز يدخل في حيز الكراهة، وذهب قوم إلى الإباحة إذا كانت بلا عوض، ويذكرون كذلك كرة قديمة يسمونها كرة الصولجان، وهي كرة يلعبها بعض الناس وهم على الحيوانات، على الخيل وما شابهها. فكرة الصولجان أكثر العلماء عندهم ممنوعة، كذلك ما يجعل بين الكباش والديكة سواء كان حتى بلا عوض، ومن باب أولى إذا دفع ذلك عوضا فهو ممنوع مطلقا. نعم، واللعب بالورق عفوا، يعني إذا كان بعوض فهو ممنوع قمار، وأما إذا لم يكن بعوض فكثير من العلماء يرون إباحته، وبعضهم يلحقه بالممنوعات، وكذلك اللعب والمسابقة بالنرد. نعم، فهذه أيضا إذا كانت حتى ولو كانت بلا عوض فإنها ممنوعة. نعم، فما حكم السبق على الأقدام؟ يعني إذا كان بلا عوض فهو جائز، خصوصا صرح بذلك المالكية فقالوا جائز، أما بعوض فمحل خلاف، أجاز ذلك النووي رحمه الله من الشافعية وابن تيمية من الحنابلة. هذا بالنسبة لبعض المسابقات في أشياء مختلفة. بقي أن ننبه إلى أن ما يجعل من سباق الآن في عصرنا الحاضر خصوصا في أوروبا، قضية المسابقة بين الخيول، لكن ليست على الطريقة الشرعية، وإنما يدفع المواطن مالا فيقتطع ورقة فيها رقم معين، فيها عدد، فإذا ربح عدده فإنه ينال جائزة، وإلا فإنه قد خسر ماله، وهذا حكمه الشرعي المنع، فهو حرام لأنه قمار ولا يدخل معنا في مسألة التدريب على الخيل التي نص عليها فقهاء الإسلام. نعم، طيب شيخنا نستقبل بعض المكالمات ثم نعود إن شاء الله حفظكم الله تعالى. نعم أخي عبد السلام من بغازي، تفضل يا عبد السلام. يا عبد السلام تفضل يا أخوي، يبدو أن انقطع الاتصال بعبد السلام. لا بأس إن شاء الله تعالى خير. في اتصال آخر ونمشي للشيخ. طيب لا يوجد الآن. شيخنا في مسابقات مثل المصارعة مثلا والملاكمة، يعني هل هذه تدخل في الشيء المشروع؟ يعني
نعم، بالنسبة للسباحة تدخل في المشروع، هي القضية تعتمد على النية، فإذا أجريت المسابقات في السباحة والمقصود هو التدرب على ما يعين في الحرب إذا جرت بين المسلمين وغيرهم فإنه جائز ذلك ولو بعوض. كذلك المسابقات بين السفن، ويدخل في عصرنا الحاضر الآلات الحربية المختلفة. نعم، فمسألة الطائرات مثلا والمسابقة بينها وما تفعله بعض الجيوش من تدريبات، نعم، وتمرينات على الحروب، فكل ذلك جائز إن شاء الله تعالى. طيب شيخنا، وأما السبق في المصارعة، نعم، فإنه بلا عوض جائز قطعا. وأما نعم، نعم شيخنا، لا بأس لا بأس. إذا ناخذ الاتصال ثم نعود، حفظكم الله تعالى. لحظات شيخنا. نعم إدريس. نعم يا إدريس، تفضل يا إدريس. عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا إدريس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله دكتور حمزة. الله يبارك فيك، تفضل، أهلا وسهلا يا إدريس. يسمع فيك شيخ. حيا الله مشاهدين قناة الصحراء، نعم يسمع فيك يا شيخ، أسأل الله أن يكون يسمعني بس. لا يسمع فيك يا أخي. أهلا وسهلا بكم. أسأل الله لك بالتوفيق في الإجابة يا شيخ. بارك الله فيك. يا رب العالمين. يا شيخ في الحلقات الماضية كنت سألت سؤال عليك، السلام عليكم مثلا، اذا كان قال الشيخ مثلا يقول السلام عليكم ورحمه الله، انت لم تعيد هذا الشيخ في الحلقات الماضيه يا شيخ عبد الباسط. قلتها والله، قلتها للشيخ. لا ما قلتها لا، لانه هو ما جاوبهاش، لكن ما في الحال. لا لا، هو الشيخ انا طيب مش مشكله، عفى الله عنك، مش مشكله، لان حتى نرسل لنا بالايات القران نرسل هذا اللي احنا فيه هذا الوقت، فيه نرسل في ايات وفي حديث نرسل فيها. لكن اليوم مثلا الشيخ عاود كلمة السلام عليكم، هذه هل هو يعني ردها فرض ولا لا؟ أي هذه واحدة. ثاني حاجة عندي سؤالين ثانيات، اللي هو في كان سؤال للشيخ وإن شاء الله يسمع فيه، تو سؤال في قناة الأحرار، وسألت أنا ما فهمتهاش، وسألت عليه حتى الدكتور عصام يعني، وقعد ما فهمتهاش، اللي ركع الشخص الذي ركع وسجد على طول مباشرة بدون الرفع للركوع، هو قال لي عاود يكتب معاه سورة، وهل يعاود الفاتحة ولا لا؟ كيف ركع وسجد يعني؟ فهمت شنو؟ فهمني الصورة. هو شخص ذات الحرف وعاود شيخ عصام عليه انا، ومازال قاعد ما فهمتهاش. شيخ كان لم يرفع من الركوع. ركع من الركوع سجد مباشرة، لم يرفع من الركوع هو. فقال يقعد من السجدة الأولى ويعيد قراءة الصورة. أول فهمي شيخ، ما تمام خلاص، فاهم الشيخ جيد يعني، لأن انقطع علي شوية الصوت يعني. عموما إن شاء الله خير. لا اسمع، هذا السؤال الأول، نبغي يعاود لنا ثلث هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، في ثلاثة هم كلهم بهم من فضل، أما الأفضل يعني في صلاتي على النبي هو الاستغفار أو التسبيح والتهليل، ما الأفضلية في ذلك يعني؟ حاضر. هم ثلاثة بهم من فضل، تسمع فيها؟ نعم نعم. وشكرا وبارك الله فيك، وحياك الله دكتور حمزه. طيب شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. جمال، تفضل جمال من طرابلس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ عبد الباسط، الله يبارك فيك شيخنا حمزه، الله يا رب يحفظه، الله يسعد الدنيا يا شيخنا. الله يبارك فيك يا جمال، يا اهلا وسهلا. والله المهم هذا يا شيخ، الله يبارك فيك يا شيخنا حمزه، ومشكور والله على المجال، اتكلم على الجهاد، هذه مهمه لازم يتعلموها، لازم يفهمها. بارك الله فيك، افهمنا كل شيء، الله يبارك فيك يا شيخنا. الله يبارك فيك. اذا عليك نبي في الحكم هذا، نبي العطاء يا شيخ، في الحكم الشطرنج، يا هم القاضي القائم من سبع ايام مسابقه حتى ما برا، نبي في الحكم حكم الشطرنج، الحكم. طيب هو قالها الشيخ راه في الحلقه، لكن ان شاء الله تسمع يعودها لك مره ثانيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب شيخنا جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. شيخنا ندخل الأسئلة إن شاء الله تعالى. الأخ إدريس يسأل عن إذا الشيخ قال السلام عليكم في التلفزيون، يعني أي شيخ أي إنسان يقول السلام عليكم، هل واجب الرد عليه وإلا لا؟
نعم، نحن بالنسبة لواقعنا نحن نرد على كل كلمة السلام عليكم، ولو أن المستمع لا يسمعنا، لكن أنا لم تفتني تسليمة فيما أذكر، ولذلك أرد على السلام الذي يذكر ولو لم يسمعني صاحبه. نعم. طيب شيخنا، هو قال على مسألة الشخص ركع ثم سجد، يعني أنا فهمتاش حقيقة، تقطع لي الصوت، لعلك سمعت شيخنا. نعم سمعته وأجبته في الحلقة الماضية، وقلت له المسألة تتعلق بصورتين، تارة يركع ثم يسجد مباشرة ولم يرفع من الركوع، فهذا قلت له عند المالكية يرجع محدودبا، يعني يرجع مطبص إلى أن يستوي في مسألة الركوع التي منها نزل إلى السجود، فإذا وصل إلى مستوى كأنه راكع يرفع من ذلك، يرفع من الاحتداب هذا أو الحودبة، يرفع ثم بعد ذلك ينزل من جديد إلى السجود، فهو الآن قد ركع ورفع ثم سجد، وهذا هو الصحيح. وأما الصورة الأخرى فقد ذكرناها أيضا ولا بأس من إعادتها، وهو أنه يعني لم يركع، وإنما هو كان يقرأ الفاتحة والسورة ثم سجد من قيام وترك الركوع والرفع منه، فهذا يرجع إلى القيام، ويندب له كما ذكر العلماء أن يقرأ شيئا من القرآن ثم بعد ذلك يركع ويرفع ثم يسجد، فقد تمت صلاته. نعم، ويسجد بعد السلام لما دخل في الصلاة. نعم، من أفعال. نعم، هذه نعم مجرد القيام بها صلاته صحيحة من جميع الجهات. نعم، جزاكم الله خير شيخنا. نرجع للأخوة المتصلين ثم نعود شيخنا حفظكم الله تعالى. نعم، عبد الحميد من ترونة، تفضل يا عبد الحميد. السلام عليكم، تحية للشيخ عباس، تحية للشيخ حمزة أبو طالب، تحية للقناة. صح، الله يحييك يا عبد الحميد، حياكم الله يا سيدي. وربي يحمي المسجد الأقصى والمرابطين والمجاهدين. تحية للجزائر، ونبي نقول كلمتين. تفضل. كلمتين اللي صارت الحرب في طرابلس. نعم. اللي مات هذه ما في رقبة مني. نعم. يا أخوان المفلسين، يا أخوان الشياطين أنتم. نعم. نفس المداخل هذه، منهج واحد، لعنة الله عليكم. نعم، تفضل عبد الحميد. يبدو انتهى عبد الحميد من ال... نعم. ابراهيم، الدكتور ابراهيم غلاو من كان، تفضل يا دكتور، مرحبتين بك والله. يا أيوة، وسهلا. حياك الله شيخ عبد الباسط. الله يحييك دكتورنا العزيز، يا مرحبا بالدكتور، كيف حالكم؟ طيب ان شاء الله. الله يبارك فيك ويحفظ فيكم ان شاء الله، والشيخ يحفظ ربي الشيخ حمزه ان شاء الله يبارك فيه ويطول عمره. حياك الله يا دكتور، حياكم الله، يا مرحبا بكم. شيخ عبد الباسط، نبي نسال على الهديه من الاطفال الذين تسمموا بفعل رش البيت. الذين الاطفال خيرهم؟ هديه ما اهلهم رشوا البيت بمبيد ضد البق. نعم نعم. هل هذا يعد يعني قتل خطا والله وعليه كفاره والله ما عليه شيء؟ طيب، حاضر يا دكتور، حاضر باذن الله. الله حياك الله يا دكتور، حياكم الله، بارك الله فيك شيخ عبد الله، واياكم يا سيدي، واياكم ان شاء الله. احمد من المرج، تفضل يا احمد من المرج، تفضل يا سيدي. بارك الله شيخ عبد الباسط. يا اهلا وسهلا باحمد، تفضل يا احمد. بارك في حالك شيخ عبد الباسط. الله يسلمك يا اخوي احمد، يا اهلا وسهلا بك. ربي يحفظك ويحفظ الدكتور حمزه ان شاء الله، ربي يزيدكم علم ويزيدكم يحفظكم ان شاء الله، ويكثر خيركم ويزيدكم ويثبتكم على طريق الهدايه ان شاء الله. اللهم امين يا اخي احمد، بارك الله فيك يا احمد، شكرا جزيلا اخي. يا شيخنا عندي سؤالين وطلب. تفضل يا سيدي، ان شاء الله نقدر نبولك الطلب. تفضل الطلب اولا.
طيب اولا يا شيخنا نبي الرقم الشخصي للشيخ حمزه ابو فارس، عندي بيني وبينه موضوع خاص، يعني موضوع مهم جدا. الرقم الخاص باهي. طيب يا اخوه بالله اعطوا للاخ رقمي، خلنا نرسل له رقم الخاص، اعطوه رقمي. ايوه تمام خلاص، هيجيك رقمي يا احمد وبه حتى اتواصل معك. باهي نبي رقم الشيخ حمزه ابو فارس. طيب حاضر يعني نرسله لك، ترسله لك ان شاء الله. جماعه ممكن ما عندهمش. وعندي سؤال قلت لك يا شيخ، انه طبعا الربي في الفيت يعني بهاء مكي ماعز، يعني شنو تربي؟ ربي في ماعز. ماعز. فيعني فكرت اني يعني عندي اخوات يعني نساء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم موصي بهن، ففكرت اني يعني نوهب لهم بعض من ماعز يعني. باهي ما شاء الله. بعض من فيعني بعد فتره طويله يعني جيت مش منتفعات من وراهن يعني. نعم. ففكرت اني نشتري منه ونعطيه بدل المال يعني. انت وهبتهم ولا وهبتهم الان ولا ما زال؟ نعم. انت وهبتهم لاخواتك ولا ما لم تهبهم لهم؟ اعطيتهم ولا ما زال؟ لا المال ما زال ما شريت منهم، لكن الوهب وهبت لهن منذ عام. تمام. الان انت تفكر ان تشريهم منهم يعني؟ ايوه بالضبط. تمام حاضر باذن الله. السؤال الثاني، فما زال ما كملت السؤال يا شيخ، فقلت لك النظام نشتري من نظام مده، كل بعد 6 شهور زدنا على سعرهم 100 جنيه مثلا، ان سعرها 700 دينار يساوي كل عنز الوحده. فكل بعد 6 شهور يتاخر علينا السداد نعطيه نزيد 100 جنيه، يبقى بدل ما 700 يبقى 800. لا نعم هذا ربي اول تو تسمع كلام. انت شريتهم ب 700 تمام، وتخلصين بشويه وكل مره زيدهم 100، لما تعطر عليهم زيدهم 100 صح؟ طيب يا احمد اي تسمع نعم يا احمد معاي ما زلتوا. السؤال الثاني قلت لك انا طبعا الميزه يشتري فيه لي الوالد. نعم. لكن الميز هذا يذهب الوالد للسوق يشتري فيه، وانا نجي نشتري منه بدوري، نشتري من الوالد الميز هذا. انت تشتري من الوالد؟ ايوه هو يشتري على اجلنا وانا نشتري منه. تمام. تشتري بنفس السعر يعني، والدك يمشي للسوق يشتري معه صح، وانت تشتري بنفس السعر ولا بسعر زياده؟ نفس السعر. لا نفس السعر. باهي طيب حاضر. يعني نشتري فيه بالدين. إيه بنفس السعر، لكن ما فيش زيادة. نفس السعر بدون زيادة بالدين. نعم طيب. زلت والدين نفس ما زال مسجل، وفي نفس الوقت هو يشتري نفس الوقت حتى في الأعلاف بتاعها حتى هو بالدين. فيا شيخ أنا الماعز هذا يعني مثلا أنا لما يعني يجيب عيد آخر يعني يلد عيد آخر، فمثلا لو شلت العيد مولود لهن هذا شلته بعته. أو شفت إنه وبعت وقعدت أسلك من الدين، هل في هذا حرام أو لا يعني؟ خلاص أنت شريتهم، لكن أنت خلاص أنت شريتهم الوالد صح؟ أيوه. وتدفع له بشوية، مثلا شريت المعزة الواحدة أو العنزة شريتها ب 600 دينار، وتخلص فيه كل مرة بشوية لين تكمل 600، خلاص ده ملكك يعني صح؟ أيوه يعني نعم. وبعدين هذه المعز تلد صغار صح؟ أيوه نشيلها نبيعها. تمام. مرات بظهرها بس. مراتك شيلها ونسلك منها الدين. هذا تسمع الإجابة بقمة الحلقة إن شاء الله. بارك الله فيك يا ناصر من القدلين. تفضل يا ناصر. تفضل ناصر، إن شاء الله قاعد معانا ناصر، تأخرنا عليه شوية. يلا ناصر يلا شل حالك شيخ عبد البسط. تفضل يا ناصر. تفضل مرحبتين يا ناصر. الله يبارك فيك شيخ عبد البسط، أنت وشيخ حمزة بارك الله فيك. حياك الله يا أخوي ناصر. شيخ عبد البسط عندي زوز أسئلة يعني. طبعا السؤال الأول، واحد مثلنا يرجع فيه مثاله، قصدي مين بيجي يصلي، هل ضروري يوقف قصدي الفوق يكبر ولا وبعدين يقعمز هيك حسب ما قصدي يحكون المشايخ هني؟ قال لك ضروري تجيب تكبيرة وانت واقف وبعدين اجلس صلاته وكمل صلاتك. لكن انت طيب انت ما تقدرش توقف لما تصلي، ما تقدرش توقف. هو توقف لكن ما تقدرش توقف، في عنده هبوط مثال هيك حاجه قصدي يدوخ، فهمت؟ باي حاضر. والسؤال طيب والسؤال الثاني، منين مثال راقد في مستشفى انت لا قدر الله يعني، وتبي
وما تقدرش تتوضا، مديرين لك يبر التغذيه واحد وما لقيتش حتى رشاده تيمم به، يعني شنو العمل اللي بتديره؟ يعني قصدي كيف تبي تصلي؟ يعني شنو بتيمم باش بتيمم؟ حاضر. طيب حاضر، تسمع أيوة. تسمع الاجابه. بارك الله فيك وياكم سيدي وياكم ان شاء الله. شيخنا بارك الله فيك. الاخ ادريس يسال يقول اي افضل لي، الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم او الاستغفار او التسبيح والتهليل والتكبير، ايهما افضل؟ لا شك أن كل هذه الثلاثة بثوابها ومطلوبة. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض علماء حتى بعض إن بعض علمائنا قال يعني هذه لا يدخلها الرئاء، معناها إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم ثبت لك الأجر. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في جعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي معظم الصلاة التي يقوم بها المسلم، يعني أي أحسن أن تكون النصف أو أن تكون الربع أو الثلاث أرباع؟ فأخيرا النبي صلى الله عليه وسلم نصح بأن تكون الصلاة كلها على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على نعم على الثواب العظيم الذي يحصل للمصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الاستغفار مهم جدا، وقد ذكر بعض العلماء أنه يبدأ بالاستغفار، لأن الاستغفار كأنك أتيت بآلة لمسح منزل، يعني المنزل هذا ليس حديثا، فمسحته أي الذنوب انتهت منه، ثم بعد ذلك تبدأ في وضع الأشياء الصحيحة عليه. وهذه تأتي مع التسبيحات الكثيرة وما في حكمها، تأتي في هذا الموضع حتى يحصل لك الأجر بعد الاستغفار الذي ينهي ما عندك من ذنوب. فإذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه ثوابها عظيم، لكن إذا كانت ممن يفعل بعض الذنوب تبدأ بالاستغفار، ثم بعد ذلك تثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبقية التسابيح. نعم. طيب شيخنا جزاكم الله خيرا. الأخ جمال سأل حكم الشطرنج، وأنت ذكرت في الحلقة، يا ريت جمال يراجع الحلقة، جزاه الله خير. الشيخ الدكتور إبراهيم من كندا، إبراهيم غلي وبارك الله فيه، يسأل عن أطفال تسمموا في بيتهم بسبب رش مبيد حشري فمات مجموعة من الأطفال، فيقول ما على الوالدين؟ يعني هل هذا يعني قتل بالخطأ في شيء يعني؟ نعم، هذا قتل في باب قتل الخطأ. نعم، فقتل الخطأ إذن فيه مسألة الدية، إلا إذا كان سومحت أو سومح الوالدان في ذلك، أو سومح من رش هذا المبيد ممن يستحق الدية. فلا نعرف نحن من الذي رش ومن الذي سيأخذ الدية، لعله الأب أو الأم أو كلاهما، كل ذلك جائز. على كل حال، من رش المبيد يعتبر قد قتل خطأ، والقاتل الخطأ لا يعني إثم عليه، وإنما عليه الدية، والدية يأخذها من لم يساهم في هذا الرش، نعم، سواء كان أبا أو أما، وإذا كان هما اللذين راشا هذا المبيد فإن الدية يأخذها الإخوة، وهكذا. نعم. طيب شيخنا جزاكم الله خير. الأخ أحمد من مرج يقول يشرف معز ولكن وهب بعض المعزات لأخواته مثلا، ثم يريد أن يشتريهم، متى يشتري منهم مثلا على دفعات،
ويعني مثلا اشتراهم ب 700 دينار من اخواته، لكن مرات يتاخر عليهم يزيدهم 100 اخرى، كل ما يتاخر عليهم يزيدهم 100 اخرى، فهل يجوز ذلك ام لا؟ لا 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 يجوز هذا، الأخير لا يجوز قطعا، هذا ربا. أما كونه وهب الماعز لأخواته فذلك جائز، نعم هذه قضية هبة، ويستطيع أن يشتري هذه الهبة التي وهبها لأخواته. أما أن يزيد كلما تأخر فهذا ربا الجاهلية، أخري وأزيدك، فهذا ممنوع ولا يصلح وإثمه كبير. نعم ندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لأخينا هذا وأن يغير هذه المعاملة، والله أعلم. طيب جزاكم الله خير شيخنا. نفس أحمد يقول أن والده يشتري المعز من السوق بسعر مثلا 500 دينار المعز مثلا، وأحمد يشتريها من الوالد نفس السعر على التقسيط، بالتقسيط يشتريها من والدي بالتقسيط نفس السعر 500 ب 500، لكن قال إذا ولدت هذه المعز يأخذها ويبيعها في السوق، فما عليه شيء يعني، يجوز ذلك؟ هذه معاملة جائزة، نعم لا شيء فيها. طيب شيخنا الأخ ناصر من الدلين يقول واحد ظهره يوجع فيه كيف يصلي؟ هل يستطيع أن يقف يعني؟ هل مجرد تكبيرة الإحرام هو واقف ثم يجلس؟ ماذا يفعل؟ هذه تعتمد على حالته، بعض الناس لا يستطيعون حتى الإتيان بتكبيرة الإحرام من قيام، فهؤلاء يكبرون من جلوس. أما إذا كان يستطيع أن يقف قليلاً فهذا يكبر من قيام ثم يجلس، فإذا أمكنه التكبير من قيام لا يتركه، لا بد أن يكبر من قيام ثم يجلس، نعم. طيب شيخنا آخر سؤال هو نفس ناصر يقول يعني واحد راقد في المستشفى وليس يعني يتحرك ولا يستطيع أن يتيمم، ماذا يفعل؟ لم يجد حجرة يتيمم بها، ماذا يفعل؟ نعم صحيح، هو يعني أكثر العلماء عندهم لابد من أن يتوضأ أو يتيمم، وهذا لا يمكنه أن يفعل هذا ولا تلك، فهذه عند المالكية التي نظم فيها نظم، ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهبا، يصلي ويقضي عكس ما قال مالك، وأصبغ يقضي والأداء لأشهب. إذا ابن القاسم عند يصلي بحالته الآن الراهنة يعني بغير وضوء، ثم بعد ذلك إذا أمكنه أن يتوضأ بعد أن صح يعيد هذه الصلاة، بينما الإمام مالك يذهب لا شيء عليه، لا تيمم ولا يعني ولا وضوء ولا صلاة تلزمه حتى يصح. وعندنا كذلك أصبغ ابن الفرج وهو من علماء المالكية يرى أنه يؤخر الصلاة حتى ولو انقضى وقتها، ثم بعد ذلك نعم يقضيها عند صحته. والأشهب وهو تلميذ الإمام مالك يرى أنه يصلي بحالته ولا شيء عليه حتى بعد أن يصح، والله أعلم. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم، نسأل الله يبارك في أعمالكم وفي علمكم، ونسأل الله يمتعكم بالصحة والعافية، حفظكم الله تعالى. إذن الإخوة والأخوات ختاما جئنا لنهاية هذا اللقاء، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي أمان الله.
إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.